السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم. واليوم احنا عندنا القضية الثانية والمهمة اللي هي من سلسلة دروس تعلم مقامات واجناسه، اللي هو مقام راحة الارواح. طبعا هو من فصيلة مقام السيقاء، احد الافرع المهمة، وطبعا هو يتكون من جس سيقاء ثلاثي. هسه الان راح نعرفه، هو درجة استقراره من السي قرار. فراح يكون عندنا من السي الى السي تكتب سلم، وراح يصير عندك سي دور، راح يصير عندك جنس طبعا هنا يصير سيقاء ثلاثي، جنس سيقاء ثلاثي راح يكون عندنا هنا جنس سيقاء ثلاثي على درجة العراق، وعندنا نبدي من الري إلى الصول جنس حجاز على الدوغا أو الري جنس حجاز. هذا راح يكون عندك جنسين. بالنزول راح يكون عندك هناك عقد نجريسي. العقد نجريسي احنا نعرفه يكون دائما من خمسة نغمات، يعني العقد هو خمس نغمات والجنس هو أربع نغمات، والجنس المصغر اللي هو السيقاء ثلاثة شوفه يكون من ثلاث درجات. وبالتالي راح يكون عندك هنا من الصول إلى الدو، من الصول إلى الدو جنس نجريز على درجة الرست. فراح يكون عندنا كالتالي، راح ناخذه نطبقه وحده وحده وراح يكون عندكم واضح. انت انتبه على الفيديو. راح يكون عندنا اول شيء السيقاء راحة الارواح، طبعا هي تكون دائما مختلفة الدرجات وما يسموها بتسمياتها، يعني ممكن تقول هذا السيقاء على فلان درجة، بس هي مشكلة انه كثير من الناس اذا يسمعوك يقول لك انت شلون تقول كذا، تقول لازم تقول كذا كذا، بس المهم هاي نقاشات طويلة. شوف تلاحظ بي سيقا سي دو ري، بعدين ري مي با صال، اوكي ري مي با صال لا سي تري لا 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 لا. هنا تلاحظ شلون السيقا او راحة الارواح شلون مبين عندك سي با سي، درجة استقرارها اللي كانت بالقرار سي، بعدين يصير سي لا صول با صول فا مي ري دو لا 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 نجريز سي اف دي. تحياتي لكم واتمنى انو استفاديتوا، وانا حاضر في الدورات الموسيقية اللي هي رقم الواتساب موجود اسفل الفيديو، ولا تنسون اللايك والاشتراك، وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.